الرأي العام المغربي مشغول بواحد جوج قضايا كبرى رياضية، الأولى وهي كأس إفريقيا التي ستحتضنها بلادنا 2025، والحدث الثاني هو المونديال 2030. لكن كاين واحد الحدث رياضي مهم عالمي اللي حتى واحد ما كينتبه ليه، وهو المونديال العالمي للفساد. إذ لو تقدم المغرب بطلب ترشيح بلد لاحتضان هذا المونديال، لليقين بأن مختلف دول العالم ستمنح المغرب الشرف لتنظيم هذا المونديال ديال الفساد، ليس فقط لوجود الآليات ووجود يعني البنية ديال الفساد وغياب المحاسبة والرقابة، لا، حيت أن المغرب مرشح باش يدي كأس العالم في الفساد، ومحتاجينش حنا البراهين وحجاج للبرهنة على ما نقول. يمشي الواحد غير المركب الرياضي محمد الخامس والدربيضة وسيقف بأم عينيه على الجرائم التي ترتكب في حق المال العام بدون حاسب ولا رقيب. المركب محمد الخامس دابا الآن مسدود بدعوى حق إعادة إصلاحه وهدمه لتنظيم كأس إفريقيا في 2025، علما انه يلاه بالبارح سديناه وخسرنا عليه 22 مليار ديال السنتيم باش نصلحوه. هذا يدل على ماذا؟ يدل على ان المدبرين للشان العام محليا وحكوميا ما عندهمش الكبده على البلاد نهائيا، وما عندهمش الكبده على المال العام ثانيا، وما عندهمش، وهذا هو المهم، ما عندهمش رؤيه وما عندهمش واحد السياسه عموميه محليه تتعامل مع هذه المنشات الرياضيه ان انجازا او على مستوى الصيانه. هذا الملعب محمد الخامس اللي في الحقيقة هو جوهرة ورثناه من الحقبة الاستعمارية، يعني فاش كانت تبنات كان فيه الطاقة الاستيعابية ديال 30,000 1955، لكن في الاستقلال تبدلت السمية ديالو ولات كتسمى الملعب الشرفي، وبقينا غاديين على هذه الوتيرة كأحد المعالم الرياضية الكبرى. يعني هذا الملعب الشرفي من المغرب استضاف الألعاب المتوسطية في 83، خضع لواحد العملية ديال ترميم شاملة مكنت المغرب من التوفر على بنية رياضية في شخص مركب محمد الخامس. انتقلت طاقته الاستيعابية من 30,000 إلى 80,000 متفرج، وبقي محمد الخامس يعني كأحد المنارات الرياضية في المنشآت ديال المغرب كامل. لكن للأسف الشديد يعني الساقطون الذين توالوا على تدبير الشأن العام محليا ووطنيا يعني عاتوا فسادا في مركب محمد الخامس. عرف 12 عام او 15 عام الاخيره، سد حل سد حل سد حل من 2005 حتى لدابا. مجلس المدينه تيقول لك انا ما مسؤولش وما سوقيش انا في محمد الخامس، رغم ان مجلس المدينه هو المالك لمركب محمد الخامس. تيقول لك انا فوضت الامر ديال الاصلاح والترميم لشركه الدربيضه للتنميه قبل ما تجي سونارجيس. شركه الدربيضه للتنميه كازا اميناجمون تتقول لك ودي انا ما مسؤولاش حيت انايا غاده بلا قواد، حيت المجلس الاداري يعني الكونسيل دادمينستراسيون مشلل ومجمد، ما عمرو عطاني واحد الفيدروت كيفاش غنتعامل مع هذا المركب الرياضي محمد الخامس. وكازا ايفنت اللي هي الدربيضه للتنشيط والتظاهرات المكلفه بالصيانه وتدبير الملعب كتقول لك ودي انايا بنت شرعيه فعلا ديال مجلس المدينه، ولكن حتى واحد ما عمرو جا سولني وقال لي ودي فينا وكناش التحملات اللي غادي نراقب به، لا البيتري لا المعدات الالكترونيه لا صيانه العشب لا المداخل ديال الملعب الى اخره. وبالتالي عاشوا الجماهير مشاكل كبرى على مستوى من كيقطع الوراق باش يدخلوا للتيرانات، عاشوا مشاكل كبرى على مستوى الولوج ديال الملعب، عاشوا مشاكل كبرى على مستوى الصيانه ديال العشب، عاشوا مشاكل كبرى على الاعطاب ولي بان اللي طاحوا فيها الضواء والمعدات الالكترونيه الى اخره. والجامعه الملكيه لكره القدم يعني كتقول لك انا ما مسؤولاش، انا مسؤوله فقط ملي كيجي الرئيس ديالي يعني يدخل التيران ملي كيكون شي ماتش مهم مغربي ولا دولي باش كيركب السي القجع في العماريه وكيصفقوا ليه الناس وكذا الى اخره. والحكومه كتقول لك ودي لون سلمو انا ما مسؤولاش على مركب محمد الخامس، انا الرياضه شطبت عليها تشطيبا من الهندسه الحكوميه، بدليل ان هذا مجات الرياضه في قطاع التعليم، واصبح الوزير ديال التعليم لا يعير اهتماما للمجال الرياضي. وهذا ما يبرر يعني هذه المجازر التي قلت ترتكب في حق ملعب محمد الخامس، ولا احد يعني صاح وقال الله من اعظم منكر، لا قضاة المجلس على الحسابات ولا الاحزاب ولا البرلمان دار شي لجنه ديال التقصي. وبالدليل على ذلك هو انه المغرب يعني كما قلت ان لم يرشح نفسه لبطوله الفساد، راه هذه البطوله ديال افريقيا مونديال ديال 2030 غادي تكون شوهه وغادي تكون كراطه اخرى جديده لهذه الفضيحه ما غيجمع لنا حتى واحد.